يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. ايه رأيكم نبدأ حلقتنا النهاردة بخبر من الأخبار الحلوة اللي حابين نشاركها مع كل الستات؟ هو خبر عن لقاح لمرضى سرطان الثدي اللي بالفعل تم تجربته على 15 ست مصابة بنوع أجريسيف جدا أو عدواني، يعني من سرطان الثدي، كانوا وصلوا لمرحلة الانتكاسة كمان، يعني شوفوا قد ايه كانت مرحلتهم صعبة في المرض. بعد اللقاح استمروا لمدة 5 سنوات في حالة تعافي وهدوء من المرض الحمد لله، وده اللي خلى دكتور أميت كومار الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن تطوير اللقاح ان هو يصرح بانهم هيكونوا قادرين على القضاء على سرطان الثدي نهائيا بإذن الله، وهيكون زيه بقى زي أمراض تانية اختفت زي شلل الأطفال الجدري، وده لأنه هيتم إعطاؤه كنوع من أنواع التطعيم للأشخاص الأصحاء للحماية من المرض. يعني بجد ده خبر رائع وهايل جدا على المستوى الصحي، وأتمنى أن ده فعلا يتم في أسرع وقت ممكن، وربنا يا رب يحمينا جميعا. طيب نرجع بقى لحلقتنا النهاردة وموضوعنا النهاردة اللي حابين نتكلم فيه مع حضراتكم عن الفترة اللي فاتت دي. احنا عارفين ان هي كانت فترة توتر كبيرة جدا على كل بيت فيه طالب او طالبة ثانوية عامة، لكن الحمد لله امتحان الثانوية العامة خلاص خلصت، والاهالي والطلبة اصبحوا في مرحلة اللي هي ايه، انتظار النتيجة. يا رب بإذن الله يعني تعبهم ده يجي بكل خير ومجهودهم يجي بالنجاح. طبعا معروف ان البنات بتتوتر اكتر شوية من معظم الولاد وبتخاف جدا، وبتستمر معاهم حالة الخوف والتوتر لغاية لما النتيجة كمان تظهر. طيب السؤال بقى، ازاي في الفترة دي يخرجوا من مرحلة الضغط النفسي اللي عاشوا فيه طول الفترة اللي فاتت، طول فترة الامتحانات، ازاي يستقبلوا كمان النجاح او النتيجة برضا ويستمتعوا بالأجازة؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي من المكالمة الهاتفية مع دكتور شيماء عرفة، أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر. مساء الخير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ مساء النور يا أستاذة دينا، ازيك؟ هل احنا فعلا محتاجين في الفترة دي علاج نفسي شوية من الفترة اللي فاتت، فترة الامتحانات والتوتر والقلق، ونعيش مرحلة صيف أو مرحلة انتظار نتيجة لبناتنا وولادنا كمان الفترة الحالية؟ بالتأكيد بالتأكيد الشعب المصري كله وقت ثانوية عامة بيمر بضغوط صعبة قوي، وده بسبب بعبع الثانوية العامة اللي اتخلق من سنين، يعني الموضوع قديم قوي من أيام محمد علي باشا يعني. فبالتأكيد احنا محتاجين ننصح الأهالي بأنهم لازم نخرج نروح نصيف نروح نتفسح قبل ظهور النتيجة، محتاجين ننصح الأسرة أنها تقدم دعم كامل لابنها من خلال أنها ما تبينوش أنها قلقانة. بنكتم مشاعر القلق لو أم أو أب، وبنحاول احنا كسايكاتريست بنعلمهم تمارين التنفس تمارين الاسترخاء، لأن طبعا زي ما حضرتك عارفة عدد حالات الانتحار بيزيد جدا في الفترة الجاية، يعني في أيام الامتحانات كان في حالات انتحار اوريدي، وطبعا بعد النتيجة يعني. محتاجين كمان نبعد عن التهويل والتعامل مع نتيجة الثانوية العامة انها نهاية العالم، هي نهاية مرحلة تعليمية فقط، هي مش مقياس للنجاح أبدا. محتاجين ان احنا نقول للأهالي مفيش داعي انك تقلق، هو اوريدي امتحان واحنا دلوقتي في الأجازة، خلاص ما قد كان كان. احنا دلوقتي نبتدى عن اللوم، عن ان نقوله لو كنت بتذاكر لو كنت بتعمل زي ابن خالتك، المقارنات دي قاتلة بالظبط بالظبط، بتقتل ثقة الولد بنفسه او البنت بنفسها طبعا يعني. محتاجين كمان الاهالي نأهلهم قبل النتيجة عشان ما تتكررش حالات الانتحار من ولادهم. محتاج الاهل، يعني الاهل في جملة مهمة قوي اللي بقى لازم يبقى عارفها، الاهم عندك هو محاولة ابنك المستمرة لنجاح، والسعي دايما انك تكون بجنبه مهما كانت النتائج. هو في الاول وفي الاخر ابنك انت بتحبه ايا كان وضعه، يعني الولاد بيوصلهم مفهوم ان اهليهم بيجربوا الحب مرتبط بالنجاح والتفوق بالظبط. انا انت بالنسبه لي درجه. فاحنا محتاجين ان الاهالي سؤال يا دكتور شيماء، يعني هم الاهالي نفسهم محتاجين علاج نفسي كمان في الفتره دي؟ يعني اصل هم مش هيقدروا يبقوا جنب اولادهم وهم مصابين نفسيا او متوترين او عندهم حاله القلق هم كمان مستمره، فالاول نصيحه للاهالي وكام في الميه
من سلوكيات الأهل في الفترة دي مهمة علشان التعافي النفسي للأولاد والبنات يعني أقصد. 100% من النتيجة، استقبال النتيجة بيعود على الأهل. هم محتاجين، هو مش هنسميه علاج نفسي لأنه هو مش اضطراب، هو محتاجين تأهيل نفسي لأنها حالة نفسية بنمر بيها في وقت معين. مؤقتة حتى. بالضبط، تأهيل نفسي. مهم قوي نمنع اللوم والعتاب تماما، مهم قوي يكون عندهم ثبات انفعالي وهدوء شديد عشان نكون على استعداد لتقبل النتيجة. مهم جدا ان احنا نهيئ الطالب من الناحية النفسية سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية. لو الولد او البنت مثلا يخرج يتفسح مع اصحابه، لو العيله كلها تروح تصيف في مكان وما يعني يتكلموش في الموضوع خالص، ملوش لزوم خالص. احنا خلاص احنا امتحنا واوريدي احنا اللي حطيناه في الورقه حطيناه والورقه في الكنترول. طب سؤال بس سريع كده، دايما الواحد بيلجا للحاجات السيفير قوي او اللي هي الانتحار اللي بنسمع عنه والحاجات دي لما بيحس ان الطريق مغلق، يعني هل الأهل ليهم دور في أنهم لا لا قدر الله لو حصل حاجة كذا هنعيد كذا السنة دي، ممكن مثلا الكلية دي أحسن، يعني أقصد إيه إيجاد البدايل وتسهيل الاختيارات برضو بيبقى عليه عامل كبير قوي للولاد. طبعا طبعا لازم نكون حاطين بدائل امامه قبل ظهور النتيجه ونقول له اختيارات كتير، نقول للولد انت مثلا شاطر في الماس فانت خلي طموحك في انك تروح حاجات من اللي انت بتحبها، مش مفيش بقى حاجه اسمها كليات القمه دي اندثرت من منذ الزمن يعني. احنا هنقول له انت بتبدع في المكان اللي انت فيه، انت قمه في كليتك. شفنا نماذج كتيره جدا، ناس مثلا كان خريج كليه التربيه وكان مدرس بعد كده اخذ ماجستير ودكتوراه بقى استاذ في الجامعه. ايوه طبعا. ايفن لو انت في الجامعه وتعينت معيد فانت برضه استاذ في الجامعه ودكتور. احنا اي مكان انت هتكون فيها تبدع فيه، محتاجين كمان نوعي الناس شويه بالحاجات اللي محتاجها سوق العمل في مصر دلوقتي. بقينا محتاجين اكتر للحاجات المهنيه للكمبيوتر للغات اكتر من ان احنا نسعى الى الطب وهندسه وصيدله، لان ما بقوش يشتغلوا اصلا كمان. بالظبط بالظبط. دكتور شيماء انا بشكرك شكرا جزيلا على النصايح دي. طبعا دكتور شيماء عرفه استاذ مساعد الطب النفسي بكليه الطب جامعه الازهر. كلمه اخيره بس كده للي خاضوا الثانويه العامه السنه دي، دايما في بدايل ودايما في امل ودايما في مخرج لكل مأزق، بس احنا ساعات كده سواء الاهل لو غلطوا في ان هم يعني يضخموا من المشكله او الاصدقاء لما يفضلوا حاسين بالتوتر ويوتروا بعض، ده اللي بيقفل الدنيا قدامنا. الدنيا عمرها ما بتقفل على حل واحد، الدنيا دايما فيها بدائل ودايما فيها اختيارات ودايما فيها اعادات ودايما فيها امل جديد كل يوم، لكن اللي بيحبط وبييأس هو ده اللي ما بيلاقيش اي مخرج، والمخارج حتى لو موجودة ما بتبقاش موجودة قصاد عينيه أو قصاد رؤيته للأمور. أتمنى لكم النجاح بإذن الله دايما. فاصل ونرجع نبدأ مع حضراتكم حلقتنا لليوم في ست الستات، خليكم معنا. بنعود مرة أخرى مع حضراتكم. طبعا خلاص انتهت امتحانات الثانوية العامة، وطبعا بعد الانتهاء ده احنا في بداية الفقرة مقدرين أسباب اعتذار ضيفنا أكتر من مرة يعني عن دعوتنا السنة دي في الحضور والظهور في البرنامج معانا، لأنه فضل أن الأولوية تكون لطلابه اللي بيشهدوا له دايما بأنه بيبذل أقصى مجهود معاهم. النهاردة معانا مستر محمد البوساطي معلم الفيزياء والعلوم، هو معلم حر ومعد المادة العلمية بالبرامج التعليمية، وهو واحد من واضعي أسئلة المراجعة الخاصة بالبرنامج التعليمي. برحب بحضرتك معانا مستر محمد. ازيك عامل ايه؟ لو كل سنة وانت طيب. الموسم انتهى، لكن قبل ما نبدأ كده يعني أخبار التوقعات بتاعتك السنة دي كانت عاملة ازاي؟ والله هو الحمد لله بتوفيق من ربنا، يعني ده نتاج مجهود كبير طول السنة على مدار السنة. رجعنا مع الطلبة من أكتر من مصدر ومن أكتر من كتاب، حلينا تقريبا 4 كتب من 4 مصادر مختلفة. فربنا دايما يعني ما أي مجهود ما بيضيعوش على الأرض، فالحمد لله. برضو في آخر أسبوع توقعنا أسئلة، الحمد لله جت كتير منها في الامتحان،
والطلبة الحمد لله طلعت معظمهم مبسوطين الحمد لله، وده أولا وأخيرا بفضل توفيق من ربنا. ايه السر في التوقعات الصح؟ يعني دايما بيقول لك ايه، انا المدرس ده او الاستاذ ده من احسن المدرسين علشان توقعاته دايما بتبقى صح. ايه الاستنباط او ايه السر في التوقعات الصح اللي حضرتك بتقدمها لطلابك؟ والله هو احنا في بداية السنة، من بداية السنة بندرب الطلبة على كل انواع الاسئلة، السهل والمتوسط والمعقد كله، علشان كأننا بنمرنه بنعمله تريننج على كل حاجة، نقوي عضلاته. أيوه. بس في النهاية بنركز، بنعمل فوكس على الأسئلة اللي هي الدارجة من خلال نظرتنا للأسئلة امتحانات السنين اللي فاتت، امتحانات الاسترشادية اللي نزلتها الوزارة. فبيبقى لنا سنس كده يعني في ان احنا بنركز. فالحمد لله يعني من ضمن في اخر مراجعة في اخر ايام، الحمد لله ركزت على بعض الأسئلة اللي ربنا وفقني ان انا ركزت عليها، والحمد لله جت معظمها في الامتحان الحمد لله. طيب بعد بقى انتهاء هوجة الامتحانات، ويمكن السؤال ده كانت البرامج المختلفة فبتسأله بعد كل امتحان، لكن أنا بسأله خلاص الأعصاب بقى هديت شوية مستنين النتيجة، لكن السؤال هنا تقييم حضرتك للأسئلة اللي جت في نهاية العام إيه؟ هو بالنسبة للامتحانات أنا هتكلم على مادة الفيزياء. طبعا مادة الفيزياء من تحليلي ونظرتي للامتحان، ده طبعا رأيي الشخصي، وأي رأي آخر يحترم يعني. طبعا رأيي الشخصي إن الامتحان هو عبارة عن 46 نقطة، 37 نقطة منهم جم مباشرين تماما. أوكي. في متناول خالص إطلاقا، مباشرين 37 نقطة مباشرين، ده وجهة نظري الشخصية، بعيد مرة تانية أي رأي تاني يحترم. 37 نقطة جم مباشرين في متناول الجميع، ويتحلوا في خطوات بسيطة، وفي منهم اللي اتحل بمجرد النظر، وفي منهم اللي اتحل بخطوة أو خطوتين بالكتير لو الطالب متدرب كويس. في نقطتين كان فيهم فعلا نقطتين يلخبطوا، يعني محتاجين طالب فائق. سبع نقط يعني مستواهم فوق الجيد بشوية، محتاجين طالب لماح وذكي. هم مش معقدين أولا وأخيرا، مفيش سؤال جه في الامتحان تعجيزي. امتحان الفيزياء بأكد مرة تانية مفيش سؤال جه تعجيزي. أوكي. هو 37 نقطة مباشرين تماما في متناول الجميع، ومروا على أي مدرس بيشرح لطلابه. ال 37 نقطة دول يا مستر محمد يعني يخلوا الطالب ينجح إلى أي درجة؟ طبعا لا، ويجيب مجموع كويس كمان. ويجيب مجموع كويس. 37 نقطة من 46. لكن التفوق بقى هي في الأسئلة اللي بيبقى فيها تركيز. وده طبيعي يعني. طبعا. لازم أي امتحان في الدنيا لازم يكون بنعمل امتحان ليه؟ بالظبط، عشان يفرز الطلبة ومستوياتهم. هو سبع نقاط، أنا حتى منزل السبع نقاط على صفحتي، هم دمت ومش تعجيزيين إطلاقا. هم بس يلخبطوا. أوكي. لو الطالب مش مركز هيغلط فيهم. لكن هم الامتحان مجمله متوسط، متوازن، كويس. أنا شايف هم نقطتين فقط اللي هم يعني فيهم تركة أو محتاجي نقطتين فقط في الامتحان اللي عليهم لغط يعني، ده وده شيء طبيعي جدا. شيء طبيعي ومتوقع. أي امتحان في ده متوقع طبعا. طيب السؤال بقى دلوقتي، عارف حضرتك الأهالي يعني اللي في أولى ثانوي وفي تانية ثانوي ولاده، خلاص اللي في تانية ثانوي ده يعني خلصت الامتحانات، يلا بقى ابدأ جاري ذاكر للسنة الجديدة. أنا عايزة توجيه حضرتك للطلاب اللي في أولى ثانوي وفي تانية ثانوي، يعني هل يبدأوا يستعدوا من دلوقتي للسنة اللي بعد كده، واللي في تانية ثانوي هل يبداوا يستعدوا من الصيف للثانويه العامه، ولا من المفضل ان هم ياخدوا بريك تماما عن التفكير؟ هو مبدئيا طلبه ثانيه ثانوي اللي داخلين ثالثه، لازم بصفه عامه الطلاب المنتاليتي بتاعتهم العقليه بتاعتهم تتغير تماما، لان ثالثه ثانوي دي سنه خاصه جدا. نتيجتك، عايز اقول لهم ان نتيجتك في اولى وثانيه ثانوي ما هيش ريفرنس ولا انديكيشن لمستواك الحقيقي، ده رايي الشخصي برضو، ما هوش يعني معبر عن مستواك الحقيقي، لان اولى وثانيه ثانوي الامتحانات على مستوى الادارات، فامتحانات الثانويه العامه بتبقى على مستوى الجمهوريه بنظام مختلف. فدرجتك في اولى، لو انت جايب درجه كويسه في اولى وثانيه ما تطمنش قوي، لا. ولو جايب درجة مش كويسة، لا، في ناس كتير جدا بتبقى جايبة درجات مش كويسة في أولى وتانية وبتظهر جدا في تالتة. الاستعداد لازم يكون بالراحة في البداية أولا، يعني ما تخشش مندفع من بدري قوي. أنا شايف إن مثلا من 1/8 أو من 15/8 مناسب جدا إنك أنت تبدأ وبالراحة، وبنبدأ معاهم كمان بكورس
يفتكروا فيه الاساسيات اللي هيحتاجوها في الفيزياء في ثالثه. يعني مثلا في حاجات لازم يفتكروها ات ليست بندي حصتين او ثلاثه ناسسهم فيها اليونتس، الكميات الفيزيائيه، انواعها، التحويلات، الحاجات الاساسيه اللي بيحتاجوها لازم دي كورس ما ينفعش يخش في المنهج الفيزياء مباشره. أوكي. لازم الكورس ده. برضو الكلام ده على فكره موضوع ان نتيجتك مش معبره عن مستوى في اولى وثانيه اعدادي برضو، يعني اللي داخل ثالثه اعدادي برضو ما تبصش لنتيجتك في اولى وثانيه ثالثه شهاده. الشهادات دايما بتبقى عايزه استعداد مختلف، طريقه مختلفه، عايزه بدايه المذاكره وبدايه التدريب على المذاكره وعلى الامتحانات بيكون بسيكونس معين، بيكون بترتيب معين ويكون مش باندفاع يعني واحده واحده الاساسيات الاول قبل ما تخش في المنهج. طبعا احنا شفنا من شويه صفحه الفيسبوك الخاصة بحضرتك أستاذ محمد، لكن السؤال بقى هل ممكن الطلبة يدخلوا على الصفحة ويبدأوا يسألوا حضرتك حاجات؟ يعني بيبقى فيه في أذهانهم حاجات محيراهم، يبدأوا إمتى؟ إيه الأقسام اللي يتكوا عليها؟ هل يراجعوا المناهج السابقة؟ ممكن حضرتك بترد عليهم على الصفحة؟ طبعا هو بالفعل اوريدي كده بيحصل وبرد يعني أز بوسيبل على كل الاستفسارات. والصفحة دي على فكرة هي حلوة جدا مش مجرد للطلبة بس، لكل كل مهتمي يعني اي حد مهتم بالفيزياء بوجه عام والعلوم يعني بينزل عليها حاجات كويسه جدا، بس ايام الامتحانات بركز فيها طبعاً على الاسئله بقى لكن هي اي حد انترستد بالفيزياء بينزل عليها حاجات شيقه جدا وفي متابعين لها يعني واي استفسارات بتنزل في حتى لو انا مش برد في ادمنز بيردوا ومساعدين بيردوا. طيب دلوقتي بقى هل الطالب في البدايه كده لو خلص ثانيه ثانوي يبدا يراجع في المناهج القديمة قبل ما يدخل في المناهج بتاع الثالثة ثانوي، ولا يعني يبدأ على طول بالمناهج الجديدة؟ لا هو مش ضروري يرجع يذاكر المنهج بتاع تانية ثانوي كله أو أولى ثانوي كله، مش متعلق قوي يعني. لا طبعا، لا هو ريليت متعلق تماما طبعا، هو التدريج هرمي يعني والمعرفة متراكمة، لكن أنا اللي أقصده عشان بس ما توترش نفسك أنت مش مطالب تذاكر المنهج كله. لا عشان كده إحنا بنعمل في البداية بنأهلهم بنفكرهم بالأساسيات اللي هيحتاجوها في تالتة، يعني أوكي. الأساسيات في خدوا في أولى بعض الأساسيات، في تانية بعض الأساسيات زي مثلا أنواع الكميات الكوانتس اللي هي الكميات الفيزيائية أنواعها، اليونتس بتاع وحدات القياس، إزاي أحول من وحدة لوحدة، وحدات القياس الدولية، التحولات دي مهمة جدا لازم يفتكروها، القوانين المهمة بنلخصها لهم اللي هي في أولى وتانية بنلخصها لهم اللي هيحتاجوها في تالتة، بحيث إن يبقى عندهم إيه تمهيد كويس وأساس كويس قبل ما يخشوا في منهج تالتة. أوكي. طيب هل هم بيحتاجوا التدريبات الدائمة؟ يعني هل الفيزيكس أو الفيزياء بتتنسي زي بقية المواد، ولا القواعد اللي حضرتك تقول عليها دي لو فضلوا يتدربوا عليها هيبقى الموضوع أسهل بالنسبة لهم؟ طبعا هو أي حاجة بتتنسي ده طبيعي يعني عند أي حد، بس هي لو أخذ الموضوع بفهم طبعا القوانين ممكن تتنسي مع التكرار الكتير، هتتحفز طبعا هتتحفظ وما يحطش في دماغه من البداية. أنا بقول يعني كويس إن احنا أثرنا النقطة دي، يحط دايما طالب تالتة يقول لك ايه قالوا لي ان بنخش الامتحان اوبن بوك في كتيب مفاهيم معايا فانا مش محتاج احفظ. لا انا بقول لك احفظ القوانين من اول كده، لا ما تحطش، اعمل حسابك ان ما انتش داخل بحاجه. كتيب المفاهيم ده يا جماعه محد الطالب الشاطر ما بيفتحوش في الامتحان لان ما بيلاقوش وقت اصلا يفتحوه، لكن هيعطلوا طبعا. فمن البدايه انا بقول لك احنا لسه خلاص ما بدأناش اهوت، فبقول لك ما تعتمدش، اعتبر نفسك داخل من غير اي سورس او اي كتاب، احفظ القواعد دي طبعاً. ومثلا ممكن يراجع عليها او لو نسي جزء منها بس ده يعني ايه عند في الضروره، في الحالات الضروريه عند الضروره فقط، لكن ما تعتمدش عليها اعتماد كامل. وطبعا الفهم هيخليك تحفظ بسهوله، لما بتفهم حاجه بتحفظها بسهوله. مين اللي بيبقى متميز معاك يا استاذ محمد؟ يعني من الدفعات اللي فاتت او من الفتره اللي فاتت كده اكيد اصل ما بين الطالب واستاذه بيبقى في علاقات انسانيه، وبتبقى عارف المتفوق من النص نص، وبتبقى عارف مين هيفاجئك ومين ممكن يتحسن. يعني عايزين نتكلم شويه على الجانب الانساني وطلابك المتفوقين.
والله هو كتير بس ولو عايز تذكر حد ما عنديش اي مانع يعني بالضبط. هو سؤال صعب طبعا، انا ما اقدرش ان انا احصر اسماء عشان ما حدش يزعل، لان ذاكرتي دلوقتي مش هتفتكر كله طبعاً. بس انا بغض النظر عن النتيجه ممكن افتكر بعض الاسماء الطلبه المجتهدين بغض النظر عن النتيجه تماما. انا عايز بس اقول لهم حاجه مهمه، نتيجتك بالنسبه لدفعه ثانويه عامه اللي خلصوا، استمتع باجازتك، خد وقتك، لانك داخل حياه جديده، حياه الجامعيه حياه جديده، والكليه اللي هتخشها على فكره ما فيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع، ما فيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها المكان اللي هخشه انا هبقى في القمه فيه. يعني مفيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع، انت نفسك في كليه ربنا ما ارادش بيها، اعرف ان هو كاتب لك الخير في كليه تانية. وعايز اقول لك اديك امثله، مثلا يا دكتور احمد زويل خريج كليه علوم، يعني وده حاجه يعني قامه علميه حصل على جائزه نوبل، ده مشرف في المصر. ايلون ماسك لو دورتي على مؤهلاته هتلاقيه خريج كليه علوم فيزياء. يعني ايلون ماسك يعني وصل في الاقتصاد يعني حاجه كبيره جدا، هو خريج علوم فيزياء بس درس بعدها علوم اقتصاد، يعني بقى مش كليه قمه ولا كده. الشاهد في الكلام ان انت طالما انت بذلت مجهود طول السنه، ارضى باللي ربنا هيكتبه لك، اعرف ان هو هيكتب لك الخير فيه. والطالب المتفوق بيثبت مكانه بيثبت شخصيته وتفوقه في اي مكان، فما تزعلش. انا عندي امثله طلبه كتير جدا مجتهدين بغض النظر عن النتيجه، يعني بعزهم جدا. بالمناسبه يعني هستغل الفرصه هذكر بس في طالب عندي بس مش بتاع الدفعه السنه دي، الدفعه اللي قبلها، المهندس عبد الرحمن ناجي شفيق، هو خطبته النهارده بالمناسبه. يا سلام. والله وكان عازمني المفروض كنت ابقى موجود، فببارك له وبعتذر له عن عدم الحضور وبقول له الف مبروك وربنا يتمم لك بخير المهندس عبد الرحمن. وبالمناسبه اخته برضه من الطلبه العزاز عليا جدا، مجتهده جدا، بقول لها انا واثق تماما اي مكان هتروحيه هتثبتي نفسك فيه وهتتفوق فيه، نورهان ناجي شفيق، برضو من الطلبة المتفوقين جدا اللي عزيزة عليا جدا. ان حضرتك فاكر اسمائهم وفاكر طبعا يعني مش هقدر افتكر. لا طبعا في برضو طالبة مجتهدة جدا، بوسينة عماد حميدة، من الطلبة اللي بعزها جدا جدا، حاجة ربنا يبارك لها جدا، يعني حاجة محترمة خلقا وعلما. وبرضو نورين محمد صلاح دعدور، بقول لها ان شاء الله ربنا البنات ولا مش الولاد اشطر؟ والحقيقة لا، في كده وفي كده يعني، بس يعني ممكن نسبة البنات المجتهدين اكتر شوية، مع ان على حسب السنة زمان يعني. يقول لك ايه، البنات خشوا ادبي الولاد خشوا علمي، هل دي مقوله حقيقيه؟ لا طبعا. بما اننا في ست الستات والبنات بتتفرج علينا، يعني عايزين بقى افاق تتفتح قدامهم. لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده، هو في حاجه اسمها ميول. انت ميولك لا قدر الله مثلا انت جالك كليه مش اللي انت عايزها، صدقني انت هتلاقي الخير فيها، اثبت نفسك فيها وهتوصل فيها للي انت يعني ربنا طالما انت بذلت مجهود ربنا اعرف ان هو هيختار لك هيختار لك الخير في المكان اللي انت هتروحه. وعلى فكره سوق العمل بيحتاج كليات متنوعه، يعني سوق العمل دلوقتي محتاج فيه كليات ما شاء الله، يعني مجالاتها كليه العلوم مجالاتها كتيره جدا، والبرانشز بتاعتها الفروع بتاعتها كتيره جدا، في كليه ذكاء الاصطناعي دلوقتي سوق العمل محتاجها. يعني اذا في الافاق والتكنولوجي فتحت طبعا مجالات كتير. انا بشكر حضرتك، يعني كلام مستر محمد البوساطي النهارده بيدي دفعه للي عدوا بالامتحان واللي كمان لسه في السنوات القادمه باذن الله هيخوضوا نفس التجربه. بشكر مع حضراتكم ضيفنا النهارده مستر محمد البوساطي، معلم الفيزياء والعلوم ومعد الماده العلميه بالبرامج التعليميه، وهو واحد من واضعي اسئله المراجعة الخاصة بالبرنامج التعليمي. نورتنا مستر محمد، بشكرك على وجودك في ست الستات. الله يخليك. طيب فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي فقراتنا لليوم، خليكم معنا. كتير جدا من الاشخاص بيعانوا من خمول في الغده الدرقيه، بتبدا تبان بقى البوادر. بيحصل ايه؟ بنزيد في الوزن بشكل ملحوظ لغايه لما اللي عنده خمول في الغده الدرقيه بيوصل لمرحله الاصابه بالسمنه، وده لان اغلبنا ما بيعرفش ايه العلاقه القويه اللي بتربط ما بين الغده الدرقيه وزياده الوزن، ده غير انه بياكل كتير يعني، وده لان خمول الغده الدرقيه اكيد بيأثر على عمليه التمثيل الغذائي
تقيل الجسم وبالتالي بيزود الوزن، والحالة دي بيطلق عليها سمنة الغدة الترقية. دي معلومة. طيب ازاي نقدر نخس حتى لو كمان بنعاني من الغدة الدرقية؟ وهو ده اللي هتوضحه لنا النهارده، مع طبعا توضيح اساليب اننا نفقد الوزن الزايد. معانا النهارده منورانا دكتور هبه حسام، اخصائيه التغذيه العلاجيه. ازيك يا هبه؟ ازيك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اظن تيب حلوه قلناها في الاول اهو عن الغده الدرقيه. دي حقيقه. التفصيل عندك ازاي الاول كده الواحد يعرف ان هو عنده خمول في الغده الدرقيه؟ اول حاجه بنلاقي زياده في الوزن مع ان نظام حياتنا ما اتغيرش، يعني ولا كميه اكل زادت ولا اشتغلنا في حته تانية ولا عملنا اي حاجه، كل حاجه مظبوطه، بس انا بزيد في الوزن، عمال ازيد حتى لو مقلل اكل. تاني حاجه التعب والخمول على طول. انا تعبان، مش قادر اقول، مش قادر اتكلم، مش قادر اعمل اي حركه، مش قادر حتى اروح الشغل. وتساقط الشعر، ان الشعر يقع ده طبعاً. علامه ده عرض مهم جدا من اعراض الخمول الغده الدرقيه. للسيدات والبنات غزاره جدا في الدوره الشهريه وعدم انتظامها. كل دي حاجات تدينا انديكيشن لان احنا داخلين على خمول الغده الدرقيه. كده لازم بقى نعمل ستوب ونروح لدكتور، والدكتور ساعتها هيحولنا نعمل تحاليل الغده وهنلاقي عندنا غده. لكن هل هي السبب الوحيد لزياده الوزن يعني، ولا ممكن بقى يكون حد عنده خمول في الغده الدرقيه وبيعك؟ يعني عارفه اللي هو بناكل كتير، ما يمنعش ان عندنا خمول في الغده الدرقيه، ولكن كمان اللايف ستايل بتاعنا او اللي داخل من الاكل اكبر من النسب اللي هي الطبيعيه. بالظبط. هي اولا الغده الدرقيه بتعمل قتل للحرق، يعني انا ما بحرقش. مريض الغده الدرقيه ده لو اتحرك، لو نزل الجيم، لو راح الشغل، لو عمل ايه، هو ما بيحرقش. خلاص، هو في مرض في الجسم منعه ان هو يحرق، لازم يتعالج. بالظبط كده. بلس كمان ان عمليه التمثيل الغذائي الغده الدرقيه، الاول الهرمونات اللي هي بتفرزها او الانزيمات بتاعتها تي 3 وتي 4 هم داخلين في كل خليه من خلايا الجسم. هم بيقوموا بالوظائف الحيويه اللي موجوده في الجسم كله. فعشان كده اول ما الغده بتتاثر، اول حاجه بتتاثر هي عمليه التمثيل الغذائي، العمليات الحيويه بتاعتنا. فاحنا عمالين ناكل. يعني لو افترضنا بقى ان هو عنده غده وكمان بيعك في الاكل، احنا عمالين ناكل 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 وما بنحرقش، والدهون بتتخزن بس. بلس كمان ان الخلايا مش قادره تقوم بطبيعتها. بالظبط، مش قادره تحرق، مش قادره تعمل اي حاجه، فكله عمال يتخزن. فبلاقي مريض السمنه فجاه، مريض الغده الدرقيه فجاه بقت عنده سمنه مفرطه. فبيجي بقى انا تعبان، انا خلاص بقى كل حاجه بتضرب. يعني كبد، كلى، مش قادر اتحرك، مش قادر اعمل حاجه، مفاصلي وجعاني، شعري بيقع. فالحاله النفسيه بقى بيدخل في حاله نفسيه وحشه وهو ما بيحرقش. بس طيب احنا كده قفلنا الموضوع في وش الناس. لا، عايزين نفتح تاني. ما احنا هنفتح ونفتح بقى ونتكلم مريض الغده الدرقيه ازاي ممكن يستفيد معانا النهارده من الكورس، وازاي ان الكورس ده فيه طبعا مع العلاج عند الطبيب الخاص بالغدد الصماء ان هو يقدر يخس ويبدا حياته ترجع طبيعيه زي الاول. حلو. اول حاجه احنا الغده اتفقنا انها بتقلل المعدل الحرق خالص. يبقى انا لازم اخد حاجه تعمل ايه؟ تزود معدل حرق الجسم عشان اكفر ده طبعا مع دواء الغده، بس دواء الغده علاج مؤقت. مش هيخسسني، هو بس هيحاول يعوض جزء من انزيمات الغده اللي بطلت تنتجها، هو هيعوضها لي. بس الاساس عندي انا عاوز بقى حاجه تحرق، وده اللي انا جايباه النهارده. قشور السيليو بتعمل ايه؟ بتظبط معدل حرق الجسم، بترفعه بدرجه كويسه جدا. تاني حاجه بتظبط عمليه التمثيل الغذائي اللي هي اصلا بايظه عندنا عشان هو مريض غده. تاني حاجه بقى او تالت حاجه واهم حاجه انها بتنزل تديني دايما احساس بالشبع. فطول اليوم حتى لو مريض الغده حاسس ان هو جعان، هو بطنه مليانه. يعني انا حتى لو هاكل، انا جعان، هاكل مثلا نص رغيف، ربع رغيف، حته جبنه قريش، حاجه بسيطه قوي، وهلاقي نفسي خلاص شبعان. وكمان حاجه كمان في قشور السيليوم بتعملها او دواء الانسيليوم اللي معانا النهارده بيديني باور. طبعا مريض الغده بيشتكي من التعب والخمول، ان انا مش قادر اتحرك. بلس كمان ان هو ما بيحرقش،
فانا تعبان، انا قاعد ما خلاص ما بتحركش، بقعد على الكنبه وما بتحركش والموضوع هيزيد بالظبط، فبيديني الباور اللي هو لا انا فايق، فبقدر اخس من غير احساس التعب والاجهاد. ده كله بس كشور ستيليوم اللي احنا بنعمله ده هايل. طيب الكورس اللي احنا بنتكلم عليه غير ان هو بيفيد مرضى خمول الغده الدرقيه، هل في امراض تانية كمان ممكن ان احنا يعني نساعد في انها تقل او يبقى الجسم مظبوط غير كمان خمول الغده الدرقيه؟ اه طبعا، بس انا عندي خمول الغده الدرقيه بتعمل حاجه مهمه قوي وهي تباطؤ في ضربات القلب. واو. على عكس النشاط، نشاط الغده بتعمل تسارع في ضربات القلب. صح. التباطؤ ده، طب ما هو انا محتاجه اظبطه بعيدا عن الدواء، انا كشور ستيليوم عندي والماجيك بوكس بيظبط معدل ضربات القلب. في امراض كتير قوي بتاثر عليها، بس هو انا اللي هو جايه تارجتهم النهارده هم الغده الدرقيه. لان 80% من الناس دلوقتي عندها غده درقيه، سواء بقى نتيجه مرض مناعي اللي هو الهاشيموتو ان الغده بتهاجم نفسها او الجسم بيهاجم نفسه، او مرض وراثي، او هو مخلوق اصلا بكسور في الغده الدرقيه، او اصلا في ناس مش مخلوقه خالص بالغده الدرقيه. فبيبقى في بقى مع السن اللي هو حتى الاطفال، يعني انت لو مولود ما عندكش الغده الدرقيه فسمنه بتبدا بدري قوي. لو الام ما خدتش بالها او الدكتور ما خدش باله، فانا بلاقي سمنه مفرطه عند طفل. وتبقي فاكره انك انت مثلا بتاكليه زياده او ده غذاء، بس هو مش غذاء خالص. مش غذاء بالظبط، ده مرض. فاحنا لازم نلحق نفسنا بقى، نركز في اعراض الغده الدرقيه ونركز بقى في الكبسولات. طب هي الكبسولات ليها اضرار؟ لا، هي ملهاش اي اضرار. ليه؟ لانها اعشاب طبيعيه. اوكي. كشور ستيليوم الماجيك بوكس مكون من جراسينيا وقهوه خضراء وشاي اخضر وتفاح ومانجا افريقي وحاجات كلها طبيعيه. فبالتالي هتساعدني ان انا اخس من غير ما يحصل لي اي حاجه، بالعكس ده انا هعالج الاعراض كمان والحاجات اللي عندي. ده شيء رائع. طيب دلوقتي بقى هنبدا نتكلم عن تفاصيل الكورس. الكورس ده مكون من ايه؟ هاخده لمده قد ايه؟ كل دي اسئله بنسالها. هنخرج فاصل، ولما نرجع من الفاصل ونشوف كمان صور قدامنا قبل وبعد. استنونا بعد الفاصل. عودة لحضراتكم من جديد، ولسه معانا في الاستوديو دكتور هبة حسام اخصائية التغذية العلاجية. ودكتور هبة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن خمول الغدة الدرقية وازاي نقدر نتغلب عليه وعلى زيادة الوزن اللي بتبقى مصاحبة لمرضى الغدة الدرقية او خمول الغدة الدرقية. كنت بتكلميني عن الكورس وقد ايه ان هو ممكن يساعد المرضى دول خمول الغدة الدرقية ان هم يفقدوا الوزن. تمام. اول حاجه احنا اتكلمنا عليها الفقره اللي فاتت اللي هي الاناستيليوم. تاني حاجه معانا الماجيك بوكس. طب الماجيك بوكس مكوناته اصلا جراسينيا وقهوه خضراء وشاي اخضر ومانجا والياف التفاح. طيب اولا الالياف بتديني احساس بالشبع وبتظبط لي عمليه التمثيل الغذائي. طيب الجراسينيا فيها انزيم مهم قوي اللي هو الهيدروكسي سيتريك اسيد، ده بيمنع تخزين الدهون في الجسم. يعني انا مهما اكل مجرد ما باخد الدواء هيمنع ان الدهون هتروح تتخزن في البطن، في الارداف، في الدراعات، في اي حته من الحتت اللي احنا بنعاني منها من السمنه. طب دي حاجه كويسه قوي. طب ثالث حاجه بقى معانا وهي القهوه الخضراء. طب انا ليه النهارده هتكلم عن القهوه الخضراء؟ لانها مليانه مضادات اكسده. طب انا مضادات الاكسده هتفيدني بايه كمريض غده درقيه؟ لو انت مريض غده درقيه عندك الهاشيموتو او الاجسام المضاده دي، علاجها الوحيد اللي هي تاخد مضادات اكسده. طب انا هبقى باخد الدواء بتاع مضادات الاكسده ودواء الغده، بلس كمان انا بشرب قهوه خضراء تركيزها كويس قوي عشان بتديني مضادات اكسده. كل ده بيشتغل لصالح الغده تنشيط الغده. عشان كده هيجي بقى هنا ايه الارقام اللي احنا بنحطها على الشاشه، او ليه احنا فريق طبي متكامل مش اي حد خالص، لا بيبقى حد متخصص هو اللي يتابع مع كل مريض. عشان بنعرف بقى الهيستوري بتاعه ايه، انت عندك امراض ايه. طب احنا ممكن نفيدك ايه؟ ما احنا هنا بدلنا الفينيل بالقهوه الخضراء. طب عشان انت مريض غده درقيه فانت محتاج اكتر مضادات الاكسده. يعني معنى كده ان الكورس بيحصل له ادابتيشن او بنتوفقه ما بين حاله المرض اللي بيعاني منها مريض السمنه ايا كان المرض اللي عنده مع الكورس وجرعاته كمان.
وممكن يختلف يعني طبعاً ممكن يختلف من حد للتاني، لان مثلا يعني مريض السكر غير مريض الضغط غير مريض الغدة الدرقية غير الشخص السليم تماما المتعافي من اي حاجة، بس هو ما بيتحركش ما بيعملش رياضة فعنده سمنة. فعشان كده احنا لما بيكلمنا حد او بيبعت لنا على الواتساب حد، احنا غير السن والوزن والطول وطبيعة الشغل عندك امراض. طب لو عندك امراض الدكتور كاتب لك ادوية ايه؟ احنا لازم نتابع ده كله عشان ندي نظام غذائي مظبوط. عشان كده بقول دايما ما ناخدش اي نظام غذائي من اي حتة، لا. احنا لازم حد متخصص طبقا ولازم اللي ناخده يبقى مصرح بيه من وزارة الصحة، لان دايما بنقول في فقرتنا هنا اوعوا تاخدوا ادوية انتوا مش عارفين مصدرها. وزمايلي هينزلوا لنا دلوقتي التصريح الخاص بوزارة الصحة للكورس، واهو قدامنا هبة على الشاشة الكورس اهو. وعايزة اسأل هل هو امن على كل الناس؟ يعني مثلا انت بدأتي في الفصل اللي فات اتكلمتي ان ممكن الام ما تبقاش عارفة ابنها بيتخن ليه او بنتها بتكتسب وزن زيادة ليه وهي مريضة خمول في الغدة الدرقية. عايزة بقى بالمناسبة دي اتكلم كمان، هل هو امن على الاطفال؟ طبعا. ما هو ليه؟ عشان هو مجرد اعشاب طبيعيه، فما فيهوش اي كيميكالز ممكن تاذي الطفل او حاجه زي كده. بالعكس، ده انا هساعده على ان هو هياكل الحاجات اللي هيحبها، بس في نفس الوقت انا بخس وبعالج بقى الغده الدرقيه. فانا هعمل الاثنين في نفس الحاجه. اوكي، طيب نرجع ازاي يعني تغريني اكتر؟ اغريكي اكتر بان احنا عندنا خصم 50% على على البرودكت اللي معانا، بلس بقى ان احنا عندنا كريم شد الترهلات ده هديه، كريم لشد البشره ده هديه، وعندنا فيتامين دي كمان هديه. ايه اهميه فيتامين دي؟ وهل برضو مهم المرضى خمول الغده الدرقيه؟ طبعا. ما هو خمول الغده الدرقيه بيبقى مصاحبها زي ما احنا قلنا تساقط في الشعر، ومساعدها مصاحبها اللي هو خمول وتعب وارهاق وما اقدرش اتحرك. وده سبب من اسباب نقص فيتامين دي. لما فيتامين دي بينقص عندنا في الجسم، واحنا كلنا محتاجين جرعه وقائيه من فيتامين دي، لان احنا زي ما قلنا برضو قبل كده ان احنا ما بنتعرضش للشمس بالطريقه الصحيحه اللي تزود انتاج فيتامين دي في جسمنا. وكريم طبعا شد الترهلات لكل الناس. طبعا لما بنخس بنراقي ترهلات كتير جدا في جسمنا، فالناس بتبدا تتضايق ازيد. طبعا انا خسيت، انا وحشت نفسي بالظبط، بس الجلد بقى مترهل واللبس حتى كمان ما بيبقاش كويس. فدايما مع الكورس واحنا بنخس بنحط كريم شد الترهلات عشان لما نخس نوصل لشكل بيرفكت، ما فيش عندنا اي عيوب، مفيش ترهلات ومفيش الاثار، مش هنحتاج نخس وبعد كده نروح بقى نعالج تاني. بالظبط. طيب ايه رايكم نشوف اللي خسوا بالفعل قبل وبعد، ودكتور هبه تحكي لنا حكايته. ده كان محتاج يخس 25 او 30 كيلو، وزي ما احنا شايفين كده النتيجه. يعني هو لابس بلاك طبعا، واحنا كلنا عارفين البلاك بيخسس، بس هو فرق لا باين، بقول لك ايه، باين على البنطلون وباين على دراعاته ومحيط الوسط ومحيط البطن والارداف والرجل والكتاف وكل حاجه. طب قولي لي كده، ممكن يكون خس الوزن الكبير ده في قد ايه؟ في شهرين. شهرين بس؟ شهرين ممكن ينزلوا؟ يعني انا متوسط الخسسان في الشهر قد ايه؟ في الشهر من 10 ل 15 كيلو على حسب اللي معانا ملتزم بالدايت والدواء ولا لا. طيب نشوف الصوره اللي بعد كده. ده باين جدا بقى، يعني ده خس مش اقل من حاجه و30 كيلو بالظبط. يعني بس احنا لسه مكملين، لان في شويه كرش برده بسيطه اهو لسه هننزلهم. والدراعات طبعا خست، بس انا عاوزه اكد في الدراعات مفيش ترهلات. فعلا احنا شايفين اهو فرق الصورتين، احنا مفيش اي ترهلات خالص في اي حته. لا، هل رحله الكريم ده بتبدا من اول ما ببدا الكورس؟ يعني ابدا عشان امنع تكون الاستريتش مارك وامنع بقى الترهل حتى لو بنسبه بسيطه. بالظبط. طبعا كمان الستات بقى بيبان عليها، وبتتغير حياه البنت او الست، بتتغير لبسها وبتتغير مقاساتها وبتتغير نظرتها للحياه تماما لما بتفقد الوزن. دي خست قد ايه بقى؟ 30 كيلو، 31 30 كيلو، حاجه في الرينج ده، باينه جدا. وبس برضو زي ما بتقولي الترهلات ما حصلتش. وعاوزه اقول حاجه كمان، شايفه الكسرات بقى اللي في الظهر والتنايات دي، ما دي كلها دهون معقده. صح. فنزلت خالص، ما بقاش فيه. والدراع ايه اللي بيحصل؟ يعني ازاي الكورس بيحول الدهون المعقده لدهون ينفع الجسم ان هو يتخلص منها؟ من الجراثيم يا بقى. من تاني حاجه معانا في الكورس اللي هي الماجيك بوكس. انا الماجيك بوكس بينحت الجسم، يعني دايما بقول احنا قشور السيليوم بتسد النفس وبتعمل بالكي في المعده زي فكره التكميم بالظبط وبالون المعده. تاني حاجه معانا الماجيك بوكس هو ده اللي بيرسم بقيه الجسم. بيخليني بيحول الدهون المعقده لدهون بسيطه ممكن تنزل وانا بتحرك في اي حاجه، وانا رايحه الشغل وانا جايه وانا في التمرين
20 لو همشي 5 دقايق بتنزل. فاحنا بنتارجت الدهون المعقده اللي هي زي ما احنا شفنا في الصوره، تواني الظهر، الارداف، البطن، اللغد، الحتت دي كلها اللي بتحتاج بعد كده اللي هو اجهزه بقى او حقن او حاجات زي كده، لا احنا بننزلها معايا. طيب النهارده بقى عندنا اختلاف شويه، لاننا جمعنا شويه اسئله من السوشيال ميديا وقلنا نسالك عليها لان دي تساؤلات الناس على الصفحه. هو انا ممكن اعمل دايت معين يخسس منطقه بس ولا لا؟ عشان في ناس بتقول لي اه وناس بتقول لا. حلو قوي السؤال ده، لان في شائعات كتير قوي يقول لك احنا هناكل اكل معين هيخسس لنا البطن. بالعقل كده بعيدا عن طبيا، هل في اكل معين؟ الدواء الذي يفجر دهون الكرش ويفجر الارداف بالظبط، ومثلا مشروب تخسيس ومش عارفه مشروب ايه بالظبط، مفيش حاجه كده. احنا الحاجه اللي بناخدها بتنزل تتهضم في المعده وتمشي في الدم عشان يمتصها، فهي هتاثر على الجسم كله. انما مش هاكل مثلا بقدونس فهيخسس لي بطني. لا خالص، ده فكر خطا. دايما بقول للناس يعني عدوا المعلومه على مخكم قبل ما تترجموها بالظبط كده. ازاي في اكله معينه هاكلها هتخسس لي كله؟ هي كمان بتسال دايت معين يخسس منطقه معينه، ما هو ده ما فيش، ده مش حقيقي. دي الفكره خالص. أوكي. مش حقيقي. دواء اقول لك دواء زي الدواء اللي معانا النهارده في الكورس هيتارجت مكان معين، هيتارجت دهون معينه. أيوه. لان دي وظيفته، انما اكل لا. اكل لا. طيب لو انا مسافره مع اصحابي وطبعا هناكل حاجات كتير زي ما حضرتك عارفه، اعمل ايه او ايه اللي هينفع اكله وايه اللي ما اقربلوش؟ حلو قوي، بما اننا في موسم السفر وكله طالع على الساحل على طول، فانا اكل اول حاجه هاخد الكورس. طب ليه هاخد الكورس معايا وانا مسافره؟ لان في ناس بتاخده وبتنساه وهي مسافره بالذات. عشان انا رايحه بقى ايه، مش عايزه اي حاجه التزم بيها. بالظبط. طبعا ده غلط. ما هو ليه بقى غلط؟ لان الاغراءات كتير في السفر. انا مش هقدر احكم الاكل، لان معظم الناس اللي بتسافر ما بتمشيش على دايت، هي خلاص بتطلعها بقى يومين ثلاثه جانك فود، بتاكل حاجات. ما هو مش هقول لهم اطبخوا اكل هيلثي واحنا مسافرين، لا حرام. بس لما هاخد الكورس هيعوضني عن ان هو مثلا كشور السليم هتنزل تعمل تنفش كده في المعده وتعمل بالكي، فحتى لو هاكل اكل جونك فود انا هاكل نصه. هاكل شويه فرايز وخلاص، نفس اعك بالظبط كده. فانا مش هعك العك اللي هيخليني اتخن، لا انا هاكل حاجه بسيطه. بلس كمان بقى الماجيك بوكس هيخليني الفاتس اللي انا اكلتها او الجونك فود اللي انا اكلته مش هيتخزن. أوكي. هينزل في اي عمليه من عمليات الاخراج. طيب معلش انا ما سمعتش، معانا مين؟ ليلى؟ معانا مين؟ نهى. نهى ليلى مين؟ يا نهى ازيك يا نهى؟ مساء الفل حبيبتي. الحمد لله، مبسوطه ان انا سمعت صوتك النهارده. اشكرك، ربنا يخليكي حبيبتي. ممكن اتواصل مع الدكتور؟ طبعا معاكي، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه يا رب؟ الحمد لله. بصي بقى، مشكله كل الستات منطقه البطن. يعني لسه بنتكلم فيها والله. فعندي المشكله طبعا بتاعه البطن دي، مهما احاول اعمل دايت، مهما اعمل رياضه، المنطقه بتاعتها ما بتنزلش. تمام. فانا عايزه طريقه انها تنجزني في الموضوع دوت، ان انا لو في نظام اكل، في لعبه معينه، في تمارين، في كورس امشي عليه، فيفضل لو كده تنصحيني بحاجه كويسه ان انا امشي عليها ان شاء الله الفتره الجايه. انا بس عاوزه اسالك، هو احنا جسمنا كله تمام ما عدا بس منطقه البطن، صح كده؟ صح. طب يعني مش زايده كيلوهات عايزه تنزل كتير؟ لا لا لا، هي منطقه البطن بس. منطقه البطن، اوكي. حاضر، اشكرك اشكرك، شكرا جزيلا. طبعا نهى محتاجه تاخد الكورس بتاعنا وبسرعه، قبل ما دهون البطن تتعقد زياده، وبالذات بقى الماجيك بوكس. يعني هي هو ده التارجت بتاعها، هي عندها دهون معقده ما بتنزلش باي طريقه، جسمها كله مظبوط ما عدا الحته. أيوة. دي يبقى معنى كده انها ملتزمه بكل حاجه، بس دهون البطن خلاص معقده. فناخد الماجيك بوكس ينزل لنا، يحول الدهون المعقده لدهون بسيطه وينزلها على طول، مع طبعا كريم شد الترهلات عشان نتجنب ان الحته دي يجيلها ترهلات او يحصل فيها ستريتش ماركس او حاجه زي كده نتيجه انها خست مره واحده. طب هل الكريم بتاع الترهلات ده يفيدني برضو في موضوع السمنه الموضعيه، مش بس للترهلات؟ يعني يسهل مهمه الكورس في ان هو يوصل للفاتس العنيده؟ هما الاثنين هيكملوا بعض، واحد هيحرق من جوه وواحد هيشد وهيحرق من بره، لان الفاتس طبعا طبقات من جوه لبره. فانا هدخل الجسم كبسوله تفتتها، ومن بره انا هشد ايه وهقوي الالاستين بتاع الجلد او همنع الترهل. يعني انت محاصراه من الداخل. بالظبط، محاصره الناس كلها. يعني احنا هنخس يعني هنخس. طيب بصي يا ستي، احنا لسه كنا بنتكلم على السفر. احنا خلصنا السفر. طيب لو هي مسافرة مع أصحابها زي ما قلنا وهتبقى شبعانة، لكن هل ممكن مرحلة السفر أو فترة السفر دي تكون فرصة أني أخس أكتر؟ ليه بقى؟ لأني كمان بتحرك،
يعني انا عايزاكي تكلميني، هل مع الكورس اللي يقدر، احنا مش بنقول ان لابد وحتما ان حد يعمل رياضه، لكن اللي يقدر هل ده يساعد اكتر من الكورس يبقى له مفعول جبار؟ ما هو انا عندي، انا الكورس عاملاه زي ما انت قلتي محاصر كل الناس. اللي قاعد على الكنبه هيخس، بس اكيد زيه مش زي اللي بيتحرك. يعني اللي بيتحرك لو مثلا اللي قاعد على الكنبه هيخس 10 كيلو في الشهر، اللي بيتحرك 15. وزي ما انت قلتي في السفر احنا كلنا اكتف، احنا بنصحى تقريبا من الساعه 7 الصبح، بحر وعوم وحر واكوا ولف، وبعدين بنروح ناخد الشاور ونتغدى وهننزل ننزل تاني. صح، طول كله تمشيه على فكره. تمام، ما حدش بيركب العربيه، هنتمشى على البحر، هنتمشى بالليل، هنعمل اي حاجه مع اصحابنا، هنلعب. في ناس دلوقتي كتير بتلعب على 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 البحر وهي قاعده. صح، فكل ده حركه معايا، فكل ده بيزود معدل الحرق اكتر ما الكورس مزوده. يعني ترجعوا من الاجازه خاسين مش تخنانين. مش تخنانين. طيب معانا رانيا. يا رانيا مساء الخير. مساء النور، ازيك يا رانيا؟ الحمد لله كله تمام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. معانا دكتور هبة، لو عايز تسأليها أي حاجة يا روني. طبعا عايزة أسألها بقى، أنا بقالي فترة بحاول إن أنا أنزل في وزني، لكن للأسف من كتر الأدوية اللي كنت باخدها عندي ثبات في زيادة الوزن. ثبات يعني ما بنزلش خالص. تمام. طولي 163، وزني دلوقتي 85، حابة إن أنا أوصل للستينات زي ما كنت. طبعا تمام طبعا. بس انا كنت عايزه اعرف بقى الكورس ده يمشي معايا ولا لا، او يقدر يساعدني ان انا انزل في الوزن او لا. حلو قوي. طب احنا شغالين اصلا ولا قاعدين؟ لا انا ما بشتغلش للاسف، قاعده في البيت. تمام، اوكي، بشكرك يا رانيا. ودكتور هبه هترد. هي اتكلمت عن مشكله خطيره قوي. هي ثبات الوزن. قالت لك انا خدت ادويه كتير قوي لغايه ما وزني ثبت. طبعا الادويه دي احنا كلنا عارفين ان هي مش صح. حلو، لان بيبقى فيها كيميكالز كتير وبتلعب على مراكز الاشباع في المخ وبتعمل لنا اضرار اكتر من فوائد. تبص تلاقي مخك او راسك بتدق بالظبط، وضربات قلبك سريعه عشان نسبه الكافيين فيها عاليه قوي. على حاجه كمان، واكتئاب طبعا، وهالات سودة، وخاسلة بطريقة مش صحية. وبعدين هي بتنزل لي أول حاجة المية والأملاح والمعادن المفيدة في جسمي، فأنا بفرح لما أخس أول أسبوع 4 أو 3 كيلو أو كمان 5 كيلو، وبعد كده بثبت في الوزن بقى زيها كده. صحيح، ما هو عشان أنا بدأت حاجة غلط. أنا لو متأكدة من مصدر الأدوية اللي معايا أو عارفة إنها كويسة، أنا مش هأدي لده كله. فالكورس بتاعنا طبعا هيفيدها. أولا هو أعشاب طبيعية زي ما إحنا قلنا، فمش هيسبب أضرار في الجسم خالص. أوكي. يعني خست، مش هيحصل لي اجهاد للبشره، تساقط للشعر، الصداع المزمن اللي بيجي مع ادويه الدايت، او تسارع في ضربات القلب، ده كله مش هيحصل. انا بخس بطريقه بقى اعشاب طبيعيه. بس كده، بس كل الحكايه انها بدل ما اعشاب بقى بتتشرب او طعمها وحش او كده، لا احنا يعني سهلنا ده كله وحطيناه في كبسولات. بس كده. قشور السيليوم هتديها زي احساس بالشبع، الماجيك بوكس هتنحت الجسم، القهوه الخضراء اللي معانا النهارده مضادات للاكسده، وكلنا عارفين فوائد القهوه الخضراء في الدايت، وبالذات للناس اللي متعوده تشرب قهوه الصبح. فهنبدلها بالقهوه العاديه بقهوه خضراء عشان تزود معدل حرق الجسم، وفي نفس الوقت انا بشرب قهوه عشان تفوقني وتنشط الذاكره وتنشط معايا مراكز الادراك. جميل. طيب في الدقيقه اللي فاضله لنا، ممكن تعدي لي كده كورس مع كل المغريات والهدايا؟ بالظبط كده. قبل ما اعيد الكورس، احنا عندنا شحن مجانا، والمتابعه مجانا طول ايام الاسبوع، المتابعه مع الفريق الطبي كلها كدا. بدون مقابل، مجرد بس ما هنضغط على الواتساب او على المسجات على الفيسبوك، فريق طبي متخصص هيتواصل معانا. والشحن قلنا مجانا، والمتابعه مجانا، وخصم 50% على الكورس للناس اللي هتتصل دلوقتي طبعا. بلس بقى ان هو الكورس هنختصره، الاناسيليوم بيدينا احساس بالشبع، الماجيك بوكس بينحت الجسم وبيعمل على عدم تخزين الدهون، القهوه الخضراء مضادات اكسده وبتساعدنا على زياده معدل حرق الجسم. كل ده بيوصل، الشحن مجانا والمتابعة الطبية مجانا، وكل ده لما يتصلوا على الأرقام. والهدايا بقى عشان ما ننساهاش بالمرة، كريم الترهلات بتاع شد البشرة، وكريم ترهلات شد الجسم، وفيتامين دي. ده حاجات جميلة جدا. طبعا النهاردة اتكلمنا عن موضوع مهم اللي هو خمول الغدة الدرقية، وده شيء رائع على فكرة. المشاكل اللي حضراتكم بتبعتوها لنا دي هي اللي بنوجه الأسئلة فيها لدكتور هبة. كل حد عنده أسئلة ابعتوا لنا على صفحتنا، وطبعا صفحة وان دايت على فيسبوك برضو ممكن تردوا على التساؤلات دي. دكتور هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية، بشكرك شكرا جزيلا،
ولكل المشاهدين كمان بشكر حضراتكم انكم تابعتونا النهارده اول يوم في الاسبوع، لسه الاسبوع طويل، وبكره باذن الله يا رب حلقه جديده ويوم جديد، يا رب اقابلكم على كل خير. باي.